مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات وأيضا الحوارات والتحقيقات المتنوعة سواء من الصحف أو المواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة في فقرتنا معالي النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ. أهلا بك يا فندم ومنورنا سيادة النائب. كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير وحضرتك طيبة. في البداية وبمناسبة الذكرى رقم 48 لانتصار أكتوبر المجيد، اسمحوا لنا في البداية نتوجه للشعب المصري والقوات المسلحة خير أجناد الأرض بالتهنئة والتأكيد على اعتزازنا وفخرنا بقواتنا المسلحة الباسلة. اسمح لي، أنا عندي مقال حلو قوي، يعني مقال لدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية. هذا المقال نشر في جريدة الأهرام بعنوان ويبقى الانتصار في ذاكرة الأمة، وقال فيه: كلما أقبلت علينا نسائم أكتوبر تذكرنا تلك الحرب الظافرة التي استعدنا بها كرامة المواطن وكبرياء الوطن، وما زلت أتذكر تلك الأيام من عام 1973 حيث كان في الأفق ملبدا بالسحب ومحاطا بالغموض، ورغم حرب الاستنزاف الظافرة إلا أن الشعور العام كان يوحي باستمرار حالة اللا سلم واللا حرب وانعدام القدرة على التحرك باسترداد الأرض واستعادة الشرف. ويهمني في هذه الذكرى 48 لتلك الأيام الخالدة في تاريخنا الحديث أن أسجل الملاحظات الآتية. أولاً، إن الشعب المصري قد التحم بجيشه الظافر في ملحمة رائعة لا نكاد نجد لها نظيرا قبل ذلك في تاريخنا القومي. لقد اختفت الجرائم الجنائية تقريبا ولم تحدث اختناقات تموينية أيضا، ذلك أن المواطن العادي كان يشعر في ذلك الوقت بأن العبور العظيم هو تحول كبير في كيانه وأسلوب حياته بل سلوكه العام بعد أن تخلص من عار الهزيمة وذاق حلاوة النصر. ثانيا، لم يعرف التضامن العربي مناسبة اجتمعت فيها كلمة العرب على النحو الذي شهدناه في أثناء تلك الحرب وفي عقبها. لقد تزاوجت القدرة العسكرية مع الثروة العربية في مشهد بديع افتقدناه كثيرا بعد ذلك. إن العسكرية المصرية تذكر دائما من حاربوا في تلك الأيام أو شاركوا في حرب الاستنزاف قبلها أو تمهيدا لها، من أمثال الشهيد العظيم عبد المنعم رياض والقائد العسكري الذي جمع شتات الجيش المصري عقب الهزيمة، وأعني به الفريق أول الراحل محمد فوزي بصرامته وانضباطه وبعد رؤيته، والمشير أحمد إسماعيل بحكمته وخبرته العسكرية في قيادة الجيش قبل المعركة وفي أثنائها وبعدها. ونتذكر أيضا الفريق سعد الشاذلي الذي سوف يظل أيقونة في تاريخ العسكرية المصرية، كما نذكر أيضا الفريق حسني مبارك الذي ارتبط اسمه بالضربة الجوية الأولى قائدا للطيران سيد المعركة في ذلك الوقت، والمشير فخري محمد علي فهمي الذي قاد الدفاع الجوي في أحلك الظروف وأصعب اللحظات. أما القائد الأعلى أنور السادات فقد وضع اسمه في التاريخ المصري بأحرف من نور امتدادا لزعامة جمال عبد الناصر الذي مات صامدا شجاعا واقفا ومواصلا حرب الاستنزاف في بسالة وجسارة شهد بها كل من عاصر تلك الفترة. وفوق هؤلاء جميعا الشعب المصري الباسل في شدوان ورأس العش وبحر البقر وغيرها من التضحيات الغالية التي دفع فاتورتها المصريون ومن وراءهم شعب عربي حاربت قواته جنبا إلى جنب مع المصريين في اشتباكات القناة والعمليات العسكرية للحرب في 1973. وتابع دكتور مصطفى الفقي قائلا: إن روح أكتوبر المجيدة يجب أن تتجدد في أعماقنا وأن تصبح دائما أسلوب حياة وحافزا للهمم من أجل بناء مصر الحديثة وتشييد الجمهورية المدنية العصرية الجديدة. إن بناء الإنسان المصري يرتبط بحرب أكتوبر الظافرة والهندسة البشرية التي استندت إليها وانطلقت منها، فالأمم العظيمة تصنعها مثل تلك التضحيات الكبيرة، والروح الوطنية هي الباقية أمام كل العقبات والصعوبات والتضحيات. سيادة النائب، يعني
المقال اللي كتبه دكتور مصطفى الفقي قال لنا أسامي ناس عظيمة، وقال لنا وركز في حتة مهمة جدا على الشعب المصري. صحيح. وراء هذه القيادات والشعب المصري أيضا خليني أقول هذه الأيام لم يتخلى عن قائد ووقف وراءه. يعني أنا بقارن ما بين 6 أكتوبر 73 وانتصرنا ودخلنا الجمهورية والجمهورية الجديدة اللي احنا فيها ووقوف الشعب المصري أيضا وراء قائد عايز أقولها باللغة الدارجة بياخد مصر وطالع بيها. صحيح. رأيك إيه في المقارنة دي؟ هل هي زيها ولا تختلف؟ ما دي حرب برضو. صحيح. اسمحي لي في البداية طبعا أتوجه بالتهنئة للقائد الأعلى للقوات المسلحة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 48 لحرب أكتوبر 73، وتحية وتقدير للقوات المسلحة المصرية على دورها يمكن من قديم الأزل ومن بدء التاريخ في حماية أرض مصر وحماية مقدراتها وحماية شعبها. اللي حضرتك كنت بتسألي عليه ده كنت أنا اللي بفكر فيه يمكن وأنا جاي في الطريق. ده حقيقي إن في ربط كبير قوي بين حرب أكتوبر 73 واللي بيتم دلوقتي. الحرب كانت من أجل السلام، والمفاوضات اللي بعدها لاستعادة الأرض كانت من أجل السلام، والسلام الأساس بتاعه إن هو بيكون من أجل التنمية. التنمية في مصر يمكن اتأخرت أو ما خدتش البعد اللي يستحقه المصريين بالقدر الكافي، لكن احنا فعلا بقالنا 5 سنين في تنمية وفي تطوير جذري لمصر. الشعب المصري بطبيعته على مر التاريخ برضو يؤمن بالقائد، وإذا آمن بالقائد بتاعه فهو واقف وراه وتحمل معاه الصعوبات والتحديات، خصوصا لما يحس ان هو القائد ده مخلص او شريف او عنده هدف. يعني في اكتوبر 73 زي ما استاذنا الكبير دكتور مصطفى الفقي اشار، الشعب وقف جنب الجيش ووقف جنب الدوله وتضافرت الجهود كلها، ومفيش طوابير تموين، مفيش جرائم، مفيش حاجه كتير قوي. الصعوبات الاقتصاديه اللي احنا بنعدي بيها والاصلاح الاقتصادي اللي تم في عام 2016 وما تبعه من اجراءات تعتبر قاسيه جدا وتعتبر اجراءات قويه، لكنه كان الدواء المر للشعب المصري. الارهاب، وطبعا ده مكافحة الإرهاب ده كان موضوع تاني خالص. يعني الإرهاب يعني برضو خد مننا جزء كبير من حياتنا. طبعاً يعني مكافحة الإرهاب أو محاربة الإرهاب الدولة واجهتها بالأجهزة الأمنية. الشعب كان لما حس بالأمان أو بدأ يحس بالأمان كان بيبص على الاقتصاد أو بيبص على حياته الاقتصادية. لما تبدأي تعملي إصلاحات اقتصادية وتعملي إجراءات تعتبر الأجرأ والأقوى من نوعها على مر عشرات السنين، الشعب ده لولا أنه هو مؤمن أن هذا القائد مخلص وشريف وهو آمن بيه وآمن بأسلوبه وآمن بإدارته ما كانش هيستحمل الكلام ده خالص. لكن فعلا الأيام أثبتت أن هذه الإجراءات هي اللي أنقذتنا في كورونا، هي اللي وقفت، هي اللي بسببها احنا قادرين النهارده يكون لنا قوه استراتيجيه مؤثره في الشرق الاوسط كله. فالشعب النهارده شايف فعلا في جمهوريه جديده، جمهوريه جديده بثقلها الاستراتيجي وابعادها الاقتصاديه. المواطن الكادح اللي دايما بيشتكي في القريه وفي النجع ان هو مهمل، الصعيد اللي دايما بيشتكي ان هو في الاطراف المتراميه، النهارده شايف تنميه، شايف حياه كريمه، شايف قرى بيعاد بنائها من الاول، في بناء لوعي وقدرات ومقدرات الانسان المصري. فعلا بدانا نحقق النموذج المتكامل اللي هو الحرب كانت من اجل السلام، وده عمله الرئيس الراحل محمد انور السادات. السلام من اجل التنميه، التنميه ما اخذتش الابعاد اللي احنا كنا محتاجينها الا يمكن في ال5 سنوات الاخيره. طيب سياده النائب، عايزه اجي عند نقطه كمان في الحته دي قبل ما نسيب الموضوع ده واتكلم فيها. يمكن انا بقارن 73 بالسنوات الحاليه اللي احنا فيها. في 73 الرئيس السادات ما قبلها كان دايما بيهاجم ان احنا في حالة ركود، ان احنا مش مهتمين، انه وكانت النكت ما كانش الوضع مستقر برضو وكان هناك هجوم، وده اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي انه من يريد التغيير دايما بيبقى في محط تساؤل او هجوم بشكل او باخر. خليني اقول انه في فترة 73 زي فترة الرئيس السيسي قدر انه هو يعملها، وهي دعم مؤسسات الدولة، لان احنا طلعنا من 2011
لغاية 2013 احنا مؤسسات الدولة كانت خليني اقول على ارض مهزوزة. صحيح. بعكس ما يحدث الان من مجلس نواب لمجلس شيوخ لحكومة حكومة بكل بنتكلم بقى على الجيش والداخلية والحكومة بكل أطرافها هناك دعم على الأرض خلاص بقى المواطن عارف حتى هذه المؤسسات شكلها إيه كيانها إيه وتحركها إيه وبتعمل إيه ده مجهود لأن احنا في 2013 خليني أقول المصطلح اللي قاله الرئيس السيسي واللي هو كان موجود قريب منه في 73 كنا لا دولة أو شبه دولة. دولة شبه دولة شبه دولة صحيح وده موضوع مش سهل طبعا ده حرب تانية طبعا يعني خليني أقول لك دي حرب تانية صحيح خلينا نتفق أن اللفظ بتاع شبه دولة كان لفظ فعلا يقف على مصر أو يعني ما يعني مرتبط بمصر فعلا في 73 وفي 2013 ليه؟ الدولة بمفهوم بسيط هي عبارة عن أرض وشعب وقوة سياسية ونظام حاكم القوة السياسية والنظام الحاكم ده اللي هو أنا قلت تحتي بقى السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية في 73 الأرض كانت مغتصبة فكنا شبه دولة فكان يجب العمل على استعادة الأرض عشان استعادة الدولة وهبتها في 2013 كنا شبه دولة لغياب المؤسسات ويمكن الاثنين بنفس الخطورة بل بالعكس غياب المؤسسات ليه بعد أخطر إن حضرتك تعيدي تكوين المؤسسات من الأول وتقنعي العالم إن في دولة ديت أصبحت دولة قوية ولها مؤسسات إن المواطن المصري ينتقل إلى حالة الاستقرار وينتقل من حالة التوتر ومن حالة الانتقالية إلى حالة الاستقرار يشوف قدامه مؤسسات مجلس نواب مر عليه 5 سنين وانتخابات وفصل تشريعي تاني بعد طبعا ثورات ودستورية ودستورين تعدلوا مرتين كمان انتخابات رئاسية ومجلس كان مشكوك فيه يعني في فترة كان في 2013 مجلس 2013 انا بتكلم على مجلس 2012 قصدي كان طبعا مجلس كان في مشاكل كتير لكن احنا بنتكلم على مجلس 2015 حتى مجلس شيوخ كمان ساعتها كان مجلس الشورى لكن 2015 انتخابات برلمانية مجلس فصل تشريعي كامل انتهى انتخابات مرة أخرى في 2019 في 2020 وفصل تشريعي آخر يبدأ وتعديل دستوري ويبقى في عندنا مجلس شيوخ مؤسسة رئاسة يتم انتخابها مرتين وفي 2018 يكون في انتخابات رئاسية للمرة الثانية عايز أقول لحضرتك أن استكمال مؤسسات الدولة ده لبعد دولي مهم جدا لأن العالم لما بيشوف أن الدولة فيها مؤسسات وفيها حركة ديمقراطية فيها انتخابات برلمانية وفيها انتخابات رئاسية بيبص للدولة دي أنها دولة مستقرة فبيتشجع أن هو يبرم معها الصفقات وتجذب الاستثمار العامل الأمن والأمان بيبقى رقم واحد رقم اثنين استقرار مؤسسات الدولة لأنه لما هيعمل معاهدة مع الدولة دي ما هو محتاج برلمان يوافق عليها يعني لما يعمل يعني مؤسسة الرئاسة تكون موجودة علشان تنفذها الحكومة تكون مستقرة علشان تبدأ تنفذ الآليات بتاعتها ده كله بيبقى في إطار أن الدولة دي بتقول أنا دولة مستقرة وسط إيه بقى الأهم من كل ده وسط شرق أوسط ملتهب غير مستقر بالمرة احنا وسط حلقة نار بالظبط كده شرق أوسط ملتهب غير مستقر بالمرة والدولة دي بتحقق إنجازات بتعمل توازن استراتيجي قوي جدا لا هي مش بس واقفة عند كده لا ده هي بتعمل حاجة أهم هي كمان بتحافظ على حدودها وبتحافظ على مقدرات الدول اللي جنبها نعم وأهم من ده كمان إن الشعب استعاد ثقته في هذه المؤسسات طبعا يعني خلينا نقول إن فترة من الفترات ما بعد 2011 لغاية 2013 ما كانش هناك أي ثقة في أي مؤسسة يعني كان في حالة ضبابية موجودة بشكل كبير هو بدأ يشوف إن المؤسسات دي بتناقش همومه حقيقي وبتناقش مشاكله فعلشان كده حب بدأ يثق فيها طب هنتقل لخبر آخر متعلق بتطوير المناطق السياحية والأثرية حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية بمحافظة الجيزة في اجتماع حضره وزير السياحة والأثار ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني وأكد رئيس الوزراء أن تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية ورفع كفاءة المحاور المرورية المؤدية إليها يحظى باهتمام كبير على أجندة أولويات الحكومة في هذه المرحلة وعلى الأخص تطوير منطقة أهرامات الجيزة التي ستتضاعف أهميتها مع افتتاح المتحف المصري الكبير بها لافتا إلى أنه يتم متابعة هذه الأعمال بصفة دورية مع محافظ الجيزة التطوير اللي بيحصل ده يعني أولا هو مديني شعور بأنه
أنا بعد تنازلي خلاص، إن خلاص المنطقة دي هتكون جاهزة لهذا الافتتاح، لكن عايزة أتكلم على صورة ذهنية كانت متاخدة عن المناطق السياحية في مصر. هذا التطوير وهذه الإمكانيات اللي بتوفرها الدولة لتطوير المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية ممكن تغير الصورة عن مصر، لأنه كان الناس بتيجي بتنبهر بحاجات معينة، لكن تيجي تقوم مصورة لك صورة معينة تضيع كل اللي انت عملته. صحيح، هو احنا كمان عندنا في توجه مع في الحكومه، يمكن عشان في لجنه السياحه والاثار فاحنا بنتابع مع الحكومه كل التطورات اللي بتعملها. التوجه اللي موجود في الحكومه دلوقتي ده توجه مهم جدا، هو تحويل القاهره الى منطقه سياحيه واستثمار الاثار اللي موجوده فيها. القاهره طبعا نقصد هنا القاهره الكبرى اللي هي القاهره والجيزه والقليوبيه، لان احنا فعلا عندنا كميه اثار وعندنا كميه حضاره في المنطقه ديت كانت غير مستخدمه بالطريقه الامثل ليها. احنا عندنا القاهره الفاطميه، احنا عندنا منطقة الجيزة اللي حضرتك بتتكلمي عليها دلوقتي، اولا المتحف الكبير هيحقق لها زخم كبير جدا. الدولة اشتغلت على الممر ده باسلوب علمي وبدراسة علمية ممنهجة مهمة جدا، اولا عملت مطار، اعادت تمهيد الطرق كلها، عملت اعادة للبنية التحتية للمكان، المنطقة بتاعت الاهرامات كل الشكاوى اللي كانت فيها شكاوى من السياح في خلال العشرات السنين اللي فاتت، النهاردة في اعادة تطوير المنطقة كلها. عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا بنتكلم كمان على الصوت والضوء ان هو معمول بتقنيات قديمة أو لا تليق بالوضع الحالي، حاليا بيتم تطويره بالكامل، ويمكن دي حاجة احنا تابعناها في لجنة السياحة في مجلس الشيوخ مع الحكومة. فعايز أقول لحضرتك إن التطوير ده يعمل لنا حاجة مهمة جدا، إن السياحة عندنا بدل ما هي مقتصرة على المناطق الأثرية المعتادة عليها، لا احنا بنعيد اكتشاف أماكننا الأثرية مرة تانية. العالم النهاردة لما بنساعد في الترويج السياحي، حضرتك عارفة الترويج السياحي عبارة عن منافسة أساسها الأمن والأمان، والحمد لله بقى متوفر. الحاجة التانية هي التسويق، احنا لما نيجي نعمل تسويق ونقول احنا عندنا منطقة أثرية فيها كذا كذا ونجيبها بقى بشكلها الجديد، نبدأ نتعامل مع ونستثمر هنا فين بقى؟ مواقع التواصل الاجتماعي، استثمر التكنولوجيا الحديثة، نكتسب الذكاء الاصطناعي بان احنا نعمل تسويق للأماكن دي بتطوير بشكل جديد بشكل مختلف. فعلا عندنا وزارة السياحة والأثار بتبذل مجهود كبير جدا في التحول التكنولوجي للأمر ده، رئاسة دولة رئيس الوزراء بيتابع باهتمام شديد. الرئيس عبد الفتاح السيسي لسه كان بيعيد تشكيل المجلس الأعلى للأثار والسياحة برئاسة سيادته. ليه كل ده مهم؟ لأن ده اقتصاد كبير جدا بيعتمد عليه جزء كبير جدا من الناتج القومي للدولة المصرية. احنا عندنا كمان فرصة كبيرة قوي، برضو أرجع أقول تاني الشأن الدولي، احنا الدول المنافسة لينا حوالينا سياحيا في الشرق الأوسط النهاردة مش في أفضل حالتها، فدي الفرصة المناسبة ليا ان انا اعلن عن نفسي وبقوة وبشكل جديد وبالتطوير اللي احنا شايفينه، لان هيرجع في السياحة في مصر نستفيد منها عمالة مباشرة وغير مباشرة كبيرة جدا، وهتبقى فارقة معنا حقيقي فترة يعني كمان. احنا شفنا بعد موكب المومياوات العالم كله عايز يجي متحف الحضارة المصري، لانه هو شاف حاجة ميدان التحرير، يعني صحيح. حاجات كتيرة العالم شافها لما تسوقت صح. لما تسوقت صح بقت الناس، واعتقد احنا كمان في انتظار طريق الكباش قريبا ان شاء الله. قريب قوي ان شاء الله. انا عايز اقول لحضرتك المنطقة دي هيبقى ليها زخم سياحي كبير جدا الفترة اللي هي اللي منطقة الاهرامات. الاهرامات لان هيتعمل فيه يعني برنامج سياحي كامل هيتعلن عنه من الحكومة، برنامج سياحة اليوم الواحد، هيبقى زيارة للصعيد وبعدين طيارة تيجي للقاهرة، ينزل مطار سفنكس، يروح يزور الأهرامات، يتغدى في الفيوم، يروح يعني يعمل جولة هناك ويخلصها، وبعدين يرجع تاني لمقره سواء في الصعيد أو في شرم الشيخ. الفيوم بيجروا فيه خلصوه، لأنه بالزبط. الفيوم من الأهرامات هي ساعة يعني مش مشوار يعني، وهم شغالين فيه جامد جدا. لا 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 يعني هيبقى حاجة مختلفة خالص إن شاء الله. طيب أعلنت وزارة الصحة والسكان خطة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد في إطار خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا والحد من انتشاره، بما يساهم في انتظام العملية التعليمية وفقا لتوجيهات القيادة
السياسي. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته وزارتا الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني أمس. وأوضحت الوزارة أن ركائز الخطة تتضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع عناصر العملية التعليمية والتي تشمل الطلاب والعاملين بالمدارس والفصول الدراسية والأدوات والتجهيزات، بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي لدى الطلاب والمعلمين بالإرشادات الوقائية الواجب اتباعها، وترصد الحالات المرضية، وذلك بهدف منع انتقال العدوى والاكتشاف المبكر للحالات المصابة بأي أمراض معدية والاستجابة السريعة لها. أعتقد أنه السنة اللي فاتت ادتنا خبرة جيدة، لكن السنة دي كمان المهم فيها التنسيق ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عشان عدم انتشار الفيروس، يعني غير حملة تلقي اللقاحات لكل العاملين والموجودين. ودلوقتي قريت خبر انه هو لطلاب الثانوي العام اللي هم تحت 18 سنة اللي هم من أولى ثانوي للثانوية العامة هياخدوا خلاص اللقاح يعني. فأعتقد أن التنسيق ده ما بين الوزارتين ممكن يكون له تأثير إيجابي أن العملية التعليمية ترجع لشكلها الطبيعي، يعني ياريت. خليني أخد من اللقاء اللي حصل دوت كلمة الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، لأن فيه ملحوظة مهمة ولازم نقولها، العالم كله بيتكلم عليه، إن فكرة إن التعليم عن بعد طبعا أنقذت الموقف في ذروة كورونا، لكن الأطفال في حاجة للمدارس، في حاجة شديدة. هذا الجيل السنة دي لازم ينتظم في المدارس، لأن الاحتكاك المباشر هيفرق معاه جدا في العملية التعليمية، وكلنا لمسنا ده. إن إحنا يبقى عندنا إجراءات وقائية وإن إحنا نبقى بنتعامل معاها، أولياء الأمور لازم يبقى عندهم الوعي الكافي إن هم يوصوا أولادهم بغسيل الإيدين بمسكات بالإجراءات الوقائية كلها. الحالة المرضية اللي بتكتشف في أي فصل من الفصول اتحط الإجراءات اللازمة ليها، خطة التعايش لازم تتم على أكمل وجه. أنا بحيي الحكومة على إصرارها الدائم إن هي بتصر إن العملية التعليمية السنة دي هتكتمل بالكامل ولن يكون هناك توقف. دي حاجة إحنا كلنا في حاجة ماسة ليها. إحنا كشعب لازم نساعد أولادنا ونساعد الدولة على ده، ان احنا الاجراءات الوقائية، ان نخلي بالنا من ولادنا، نوصي ولادنا، ولا قدر الله لو حصل حالة من الحالات هم فعلا حاطين اجراءات محترمة جدا، شفناها في بعض المدارس يمكن في الايام اللي فاتت. التعاون التام اللي حصل زي ما حضرتك بتقولي بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة الصحة، ده كان يعني طبعا كله بإشراف دولة رئيس الوزراء اللي بنحييه على بجد المجموعة العمل اللي هو عاملها في هذا الموضوع. احنا مهم قوي ان احنا يكون لنا دور، لان الدور بتاعنا هو توعية ولادنا، هو ان احنا نكون بنتابعهم اول باول. اما يكون عندنا حاله ما نخبيهاش، ده مرض يعني، برضو ثقافتنا لازم يبقى فيها الوعي بالمرض، نبلغ المدرسه بسرعه علشان ناخد اجراءات اسرع. كل ده هيساهم في ان المرض ما ينتشرش، هيساهم في ان العمليه التعليميه تكتمل، وان شاء الله هنقضي عام دراسي هيكون احسن. واعتقد ان تجربه امتحانات الثانويه العامه كانت تجربه ناجحه جدا وما حصلش فيها اي حاجه، والدولة من اول ما ظهر كورونا فيها حاجه كويسه قوي عملتها سياده النائب، ان هي كان عندها اصرار على فكره التعايش مع وجود المرض وعدم الاغلاق الكلي زي ما حصل في دول كتيره. فاحنا تعودنا اعتقد ان احنا نتعايش مع وجود كورونا لغايه ما تختفي ان شاء الله من حياتنا يعني. صحيح، مع الاهتمام بالاجراءات الاحترازيه والاجراءات الوقائيه. صحيح، لازم نهتم بده. صحيح، ويا رب السلامه لنا كلنا يا رب. ان شاء الله يا رب. الخبر الثاني عندي، دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد الأهمية التي يوليها قطاع الكهرباء لمشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى مشاركة مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية. وأوضح خلال توقيع العقود النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 3000 ميجا وات أن مشروع الربط المصري السعودي في مراحل التنفيذ، وتم اختيار الشركات المنفذة وتم توقيع العقود اليوم لبدء العمل المقرر أن يستغرق أقل من عامين، يتم بذلك ربط أكثر من 85% من قدرات الكهرباء العربية في شبكة واحدة. يعني دايما كنا بنسمع عن مشروعات الربط الكهربائي ومع الدول العربية، وكان يمكن المواطن العادي مش شايفها أو مش حاسس بيها، لكن احنا خلاص دخلنا في مرحلة التنفيذ و 3000. نفسي بس كده يعني حضرتك توضح كده بشكل بسيط 3000 ميجا وات
ده رقم مش صغير. يعني احنا انا عايزه اقول الربط الكهربائي بعد ما كنا نعيش في ظلام اغلب ايام اغلب ساعات اليوم، بقى في ربط كهربائي ب 3000 ميجا وات. ده رقم رائع. يعني فعلا خليني ابدا بكلام حضرتك ان احنا لازم نفتكر كويس ان احنا في سنه 2015 و2016 كنا بنعاني من انقطاع في الكهرباء، كنا بنعاني من ازمه كهرباء وازمه طاقه كبيره جدا. النهارده الحمد لله بنصدر كهرباء، يعني تعاون الربط الكهربائي مع السعوديه ده في مفاوضات عليه بقالها اكتر من سنتين لتبادل الكهرباء بيننا وبينهم. لكن احنا عندنا كمان ما هو اهم، احنا ان شاء الله هنطلع كهرباء لاشقائنا في لبنان قريب. احنا بنصدر كهرباء فعلا لبعض الاشقاء في الأردن. في افريقيا. طبعا ما هو هيبقى المرور عن طريق الاردن وسوريا ويوصل للبنان. ده توصيل الغاز والكهرباء هيبقى بشكل مختلف. لكن بنصدر كهرباء لبعض الأشقاء في أفريقيا، ده كله في خلال 5 سنوات. يمكن ان اللي بيتكلم عن الكلام ده المنظمات الدولية اكتر من المصرية، ان هي منبهرة بان مصر قدرت ان هي تحقق الانجاز ده في سنوات قليلة. ربط الكهرباء اللي بيننا وبين السعودية ده ليه بعد استراتيجي كمان مهم قوي. ده دايما بيكون في اطار الاخوة والتعاون بين الدولتين وتقوية العلاقات بينهم وبين بعض. لان احنا النهاردة بنتكلم في بيبقى في حساب لساعات الذروة بين الدولتين. لما بيكون في ساعات الذروة في دولة، الدولة التانية هي اللي بتبعت. لما بيكون في ساعات الذروة في الدولة التانية هي اللي بتبعت. ده مشاركة وده ربط مصيري بين الدولتين، بيأكد على قوة ومتانة العلاقات اللي بينهم. ودايما كمان بيكون بيبقى يعني ده كمان بيزود من متانة العلاقات اللي بتبقى بين الدولتين في الأمور الاستراتيجية المهمة اللي زي دي. خلينا نتكلم على نقطة مهمة كمان في مشروعات الكهرباء، ان احنا بقينا بننوع مصادر الكهرباء. احنا النهاردة بنعمل مشروع الضبع ان شاء الله ربنا يسهل ويكتمل وهو في إطار البنى بتاعه. يعني احنا هنطلع كهرباء مش بس من المولدات الكهربائية اللي احنا قدرنا نوفرها، احنا بقينا هنطور ان احنا ازاي نولد الكهرباء عندنا في مصر. اخيرا هختم بحاجة مهمة قوي، في سد كبير بيتبني في احد الدول الافريقية، بيقال انه بعد كل اللي عمله ده هيطلع 200 ميجا وات. ده اللي احنا سامعينه عنه. يعني الواحد يمكن ما يقدرش يقول اكتر من كده. يعني السد ده ربنا يستر، لانه في كلام كتير عليه وانه مهدد بالانهيار وحاجات. يعني الحقيقه مش بس ال 200 ميجا وات، يعني الحاجه اللي جايه لنا من هناك ان هو كتيرة. فعلا يعني حد من الناس قال يا يعني جماعه كنا جبنا لهم حاجه من سيمنز واديناها لهم وخلاص. يعني سيادة النائب محمود فيصل القطة عضو مجلس الشيوخ، أنا بشكرك شكرا جزيلا. وكل سنة وإحنا كلنا كمصريين طيبين وعايشين في أجواء جميلة إن شاء الله دايما يا رب. دايما منتصرين، دايما فخورين ببلدنا، فخورين بقواتنا المسلحة، فخورين بمؤسساتنا، داعمين لدولتنا بكل مؤسساتها وكيانها، وإن شاء الله دايما مصر بخير. يا رب يا رب. بشكرك شكرا جزيلا. وبكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية. دلوقتي هروح مع حضراتكم لفاصل، بعد الفاصل هنعيش أجواء أكتوبر المجيدة، انتظرونا.